أعزائي متابعي قناة ثروابينا، نحييكم. واليوم إن شاء الله بعد ما جهزنا الأرض وحرثناها ومدينا خطوط الري بالتنقيط أو خطوط التفتاف، تقريبا لنا حوالي 3 أو 4 أيام شغالين في الزراعة، زراعة الأشتاق والبذور. يعني زي ما أنتم شايفين هذا زارعين هنا البطيخ، هاي أشتال البطيخ، وهاي كمان برضو أشتال البطيخ. وطبعا احنا مستمرين في الزراعة، مستمرين في الزراعة. طبعا في خطوط اللي ما فيها شتل يكون فيها بذور. هذا مثلا هنا زارعين، هاي اشتال الباذنجان، هذا شمام، اشتال الشمام، هاي اشتال الشمام على طول الخط. وبعد ذلك هاي اشتال الباذنجان، اشتال الباذنجان، هاي اشتال الباذنجان، هاي طبعا اشتال يعني كلها جديدة. وبعد الباذنجان هاي اشتال البندورة، هاي اشتال البندورة، اشتال البندورة، اشتال البندورة. طبعا احنا لسه ما زلنا في العروة الصيفية، اللي ما زرع يلحق حاله يزرع، لسه معك وقت، ممكن تزرع معك من هون لنهاية شهر 4. بعد البندورة هذا اللي هو الفلفل بأنواعه، الحار، الحار والحلو والملون. هذا الخط لأشتال الفلفل. راح نتابع معكم احنا ان شاء الله كل انواع، كل مراحل الزراعه. يعني بعد مثلا 20 يوم راح نصور نشوف كيف وضع الاشتال، بعد شهر، وهسه راح نكمل ان شاء الله زراعه البطيخ، راح نكمل معكم زراعه البطيخ. المسافة بين الخط والخط تقريبا 1.20 متر، بين الخط والخط 1.20 متر، وبين الشتلة والشتلة من 70 إلى 80 سنتي، من 70 إلى 80 سنتي بين الشتلة والأخرى، بين الشتلة والثانية. هاي طريقة الزراعة. طبعا انت بالبداية قبل ما تزرع لازم تحط اللي هو الأسمدة العضوية وتفتح مي مشان يصير الخط او مشان يصير التربة رطبة. الأشتال لازم تضعها على تربة رطبة تكون فيها نسبة من الرطوبة.
وبعد الزراعة برضو راح نقوم بالسقاية على أساس نسكر نهائي على ال على اللي هي يعني عروق الشجرة أو الطوبارة تبعت الطوبارة. لازم تكون تزرع في مكان رطب، لازم يكون المكان اللي تزرع به رطب، يعني انت تفتح مي وبعدين تزرع. بهاي الطريقة راح نزرع اشتال البطيخ، وراح ان شاء الله نتابع معكم الى ان يصبح ان شاء الله ثمر. بعون الله تعالى. ومن قناة روابينا نحييكم ونتمنى لكم اياما سعيدة، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب وتشغيل القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.